عشان حبي عطر. احنا شو بدنا غير انه نسوان الحارة يفتحوا مخهم ويرضوا يبعتوا بناتهم على المدارس؟ ليش الامر امرنا يا ام جميل؟ ايه الامر امرنا، اذا نحنا خلينا رجالنا تحب التعليم ويأمنوا بناتهم على الطرقات وما يخافوا عليهم. والله كلامك درر يا ام جميل. اخ منى عيني انه عفاف كانت ترجع للمدرسة وتتعلم من الصف الاول. ايه الحق عليكي ام عزو. ليش الحق علي انا؟ انت وافقتي جوزك وبطلتيها من المدرسة قبل ما تكمل تعليمها. والله مو انا اللي وافقت، غصبا عني هو اللي منعت روح على الخايف من الفرنساوي اللي دخل على البلد. جوزك اذا خاف عليها من الفرنساوي الحق معه، لانه هدول زعران وما عندهم شرف. لا ما معه حق، نحن بناتنا مربيين على الشرف وما بنخاف عليهم لا من الفرنساوي ولا من غيره. ايه والله انا ما كنت بدي اترك مدرستي بنوب، ولو ما ابي ضربني كنت لساني لهلا عم بدرس فيها. سمعتي؟ سمعتي شو قالت بنتك ام عزو؟ والله بعرف معها حق، مو الحق عليها. لكن خلونا نعمل شي عامله ننفع هالبنات اللي ما راحوا على المدرسه. شو بدنا نعمل ام جميل؟ بنعطيهم دروس بالقرايه والكتيبه خص نص. والله بتعملي عين العقل. مرت عمي ومين بده يعطي البنات دروس ويعلمهم؟ هي المشكله، مين بده يعطيهم الدروس؟ شو رايكم نخلي بنته لغازي افندي تعلمهم لهالبنات وبنته لابو مظهر بيك؟ يا ريت ترضى بنت ابو مظهر بيك تعلم البنات. يا ريت. خديها يا مو خديها. يسلم ابن عمي. الله يسلمك يا رب، ما في شيء مقداري. الله يرزقك ويعوضك ويعطيك ليرضيك يا حب. الله يخلي لي اياكي. قومي يا مو قومي، قومي جيبي ضيافة محرزة لابن عمك اوان. حاضر يا مو. يا والله يا اهلا وسهلا. شرفنا يا ابني. إلى الشام، إلى الشام. شام طال.